قصة بقرة بني إسرائيل، قصة من أروع قصص القرآن الكريم. قصة بطلتها بقرة، بدأت بالموت وانتهت بالإحياء. سميت بها أطول وأعظم سورة في القرآن الكريم. ولكن هل خطر ببالك ما هي قصتها؟ إليكم القصة. عاش رجل من بني إسرائيل لا يملك سوى ثلاثة أشياء: المال والجاه وابنة جميلة جدا. وكان له ابن أخ فقير، تقدم لخطبة ابنته ولكنه لفقره رفضه بكل قسوة. عاد الفتى غاضبا ناقما على فقره الشديد، فكان فريسة سهلة لأكثر المخلوقات شرا على وجه الأرض، إبليس. تجسد إبليس في صورة أحد أصدقائه واستغل غضب الفتى الشديد وأقنعه بالحل الوحيد الذي لا رجوع فيه: أن يقتل عمه ويتزوج ابنته الجميلة فيعيش في ثروة عمه دون أن يعمل لبقية حياته. يتمتع بالثروة وجمال الفتاة الشديد، ووضع الفتى مع إبليس الخطة. يذهب الفتى لعمه ويقنعه بصفقة تجارية ناجحة سيوفرها له، وأنه يجب عليه أن يأتي معه ليلا لمكان بعيد للاتفاق مع التاجر. فيذهب عمه معه، وما أن وصلوا وظل يسأل العم عن مكان التاجر، فباغته الفتى بضربة قاتلة بطعنات غائرة اقتلعت قلبه من جسده. ذهب الفتى في اليوم التالي يسأل عن عمه وكأن شيئا لم يكن، فأخبرته الابنة بأن أباها لم يعد منذ أمس. فذهب الفتى إلى مكان مقتل عمه ليجد التجار من بني إسرائيل ملتفين حول جثته. فيصرخ الفتى ويبدأ في التمثيل ويرمي التراب على وجهه باكيا، ويقسم أن ينتقم لعمه ومن فعل به هذا، كان أكثر شرا مما تتصور. فصرخ في التجار وقال لهم أن عمه قد قتل في بلدتكم، وعليكم الآن دفع دية عمي بعد أن تجمعوها من كبار وصغار تجار في البلدة. فرفض التجار وقال أحدهم: ما لكم تختصمون وفيكم نبي الله موسى لتحتكموا إليه؟ كان نبي الله موسى يعيش بالقرب، وكان كل التجار من بني إسرائيل وكل من في البلدة يحتكمون لأمره وقراره، فما يقوله كان كحد السيف على رقاب الأجمعين. لم يكن التجار خائفين من حجم الدية والأموال التي ستدفع، ولكن كان التجار ناقمين يريدون معرفة القاتل، فعدم معرفته ستلحق العار بكل تجار المدينة. فرد موسى قائلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقبل ظهور نبي الله موسى ودعوته. كانت هذه البلدة تعبد البقر، وكان طلب موسى بمثابة تحدي كبير جدا واختبار عظيم لمدى إيمانهم، فهل سيذبحون إلههم السابق؟ استنكر بني إسرائيل طلب سيدنا موسى واعتبروه أنه يستهزئ بهم، ولأن الجدال فيما أمر الله من شيم بني إسرائيل، فطلبوا أن يحدد لهم نبي الله موسى أي بقرة، فقال أنها بقرة لا بكر ولا عجوز، وأنها من بين ذلك، أي أنها في منتصف العمر. فطلبوا معرفة لونها، فقال أن لونها صفراء فاقع اللون تسر كل من ينظر إليها. وبمزيد من الجدال طلبوا صفات أكثر، فقال لهم أنها بقرة لا تعمل في الحراثة، ولا مفر ولا سبيل لهم لإثبات براءتهم إلا بوجود هذه البقرة. فأخذوا يبحثون عنها في كل مكان، وكان يدعو بعضهم ألا يجدوا البقرة، وخصوصا مع صفاتها النادرة بشدة. وفي النهاية يجدوا البقرة بعد بحث كثيف، فوجدوها عن شاب بسيط فقير، وكان قد ورث هذه البقرة للتو عن أبيه العزيز، فطلبوا شراءها فرفض. فعرضوا عليه أن يستبدلوها ببقرتين فرفض، ثم عرضوا عليه أن يعطوه وزنها ذهبا فرفض، فقال سنعطيك 10 أضعاف وزنها ذهبا. فوافق الفتى وباعها إليهم. ذبحوا البقرة وانتظروا ما سيقوله موسى، وكان رد موسى صاعقا مرعبا مزلزلا مخيفا، ليكتب معجزة من معجزات لم يصدقها عقله. أمرهم نبي الله موسى أن يضربوا القتيل ببعض أجزاء من البقرة، فعادت الروح إلى الجسد ونهض العم القتيل شاحبا غارقا في دمائه المتخترة ينظر للجميع في هدوء شديد. تزلزل بني إسرائيل من الرعب والرهبة وعظمة المشهد وثبات موسى عليه السلام. فسأله الحاضرون: من قتلك؟ فيرد العم: ابن أخي.
ومن ثم يسقط على الأرض على الفور دون أن ينطق كلمة أخرى وسط ذهول الجميع من كل ما يحدث حولهم وكأنهم في حلم غريب. فينقذ موسى بني إسرائيل من عار كان سيلحق بهم للأبد، ويقبض على الفتى ويتم تنفيذ حكم القصاص فيه ويقتلوه. فسبحان الله العظيم.